اليوم شو نشوفه مع بعضنا شنو الهوية الرقمية الإيدنتيتي نوميريك والإي بريزونس. هي علامات ورموز تعبر عليك وتسمح بتمييزك من بين الأشخاص. في العادة عنا زوز هويات، إيدنتيتي أون ليني و إيدنتيتي أور ليني. الإيدنتيتي أور ليني هي توسكي الحالة المدنية، الأذواق والاهتمامات والأنشطة متاعنا. الهوية الثانية نقصد بها الأثار أون ليني والتراس اللي نخليوها وقت نكونكتيو ووقت اللي نشريو حاجات أون ليني ونلعبو دي جو أون ليني، وإلا وقت الشخص يبدأ يقرأ أون ليني ومشارك دون دي سيت دابرونتيساج كيما الإي ليرنينغ.